قلبي عن هواك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلوا عليه وسلموا تسليما. أهلا بكم، حلقة جديدة من قلب جديد. رجعنا لكم مكملين إن شاء الله على خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا، وأن يغفر لنا وأن يتقبلنا في الصالحين، وأن يبارك لنا في شهر رجب وفي شعبان، وأن يبلغنا بفضله وكرمه شهر رمضان. اللهم أمين يا رب. كده بلغنا كلنا، كل اللي بيسمعونا وكل حبايبنا رمضان، وتقبلوا مننا واجعلوا شهر جميل، اجعلوا شهر طاعة وخير وفيه إحسان وفيه قبول إن شاء الله. النهاردة هنتكلم على يعني زي ما احنا كده حاطين هاشتاج على الفيسبوك وتويتر، سخن لرمضان. فمن ضمن التسخين النهاردة عايزين نتكلم في عنوان مهم قوي، مقياس القلب المؤمن. ده عنوان الحلقة النهاردة، مقياس القلب المؤمن. كل شيء في حياتنا بيتقاس. العربية الكيلومتر بتاعها بيتقاس بالمسافة، البنزين بيتقاس باللتر، المية باللتر، الأوزان مثلا بالكيلو أو بالطن، الإنسان طوله بيتقاس بالسنتي، وهكذا. فبالتالي احنا النهاردة عاوزين نضع مقياس يبان من خلاله ان هل القلوب بتاعتنا على قدر كبير من الإيمان، ولا فيها ضعف للإيمان. احنا عارفين ان كل واحد مننا بيسأل نفسه السؤال ده، كل واحدة نفسها تعرف يا ترى انا قلبي الإيمان فيه قد إيه؟ هل أنا قلبي مليء قوي بالإيمان، ولا قلبي فيه إيمان ضعيف أو قليل؟ ولذلك هذا السؤال في منتهى الأهمية. لذلك إحنا هنحط مقياس النهاردة نمشي عليه ونقيس درجات الإيمان بتاعتنا. ولكن خلونا في البداية نقول على حاجة. كل واحد مننا اتخلق يعني ما هو مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، اتولد بطريقة طبيعية من خلال رحم الأم، سواء بقى اتولد قيصري ولا اتولد ولادة طبيعي، ولكن في النهاية أنت أتيت إلى الدنيا على ظهرك عن طريق رحم الأم. دي الولادة اللي كلنا تولدناها زي بعض، حتى الحيوانات ولدت بهذه الطريقة. ولكن هناك ولادة أقوى، هناك ولادة أهم، هناك ولادة أشمل، هناك ولادة أعظم، وهي الولادة من رحم الدنيا، الولادة من رحم المعاصي والذنوب، الولادة من رحم الغفلة، الولادة من رحم المعصية أو الصحبة اللي مش كويسة، الولادة من رحم حب الشهوات والابتلاءات والفتن وهكذا. وهذه الولادة هي الأهم، لأن كلنا تولدنا ولادة طبيعية، مسلم زي غير مسلم. إنما الولادة الحقيقية هي أن يولد الإنسان من رحم الغفلة ومن رحم الدنيا، أن يولد الإنسان ولادة إيمانية، ألا وهي ميلاد القلب. إزاي يبقى عندك ميلاد قلب جديد؟ قلب جديد اتولد جواك، أنت عشت بيه وأنت كنت جواه وأنت سعدت بيه. القلب اللي حس يعني إيه إيمان، القلب اللي استشعر يعني عظمة الله سبحانه وتعالى، القلب اللي عاش حياته وهو مستسلم وخاضع وعابد بين يدي الله عز وجل، وعاش حياته مع الناس جميل قوي، معاملته حلوة قوي، راقية قوي، وعاش حياته مع الحياة، له بصمة وأثر وتأثير وقوة، وله علم وله مكانة. فده ميلاد القلب. فاحنا كلنا بندور على الميلاد الجديد، ازاي تولد قلبك من جديد. احنا مش كلنا ملائكة، لان احنا مش ملائكة، ودي لغة الناس، وانا من الملائكة، انا انسان، انا بشر، احنا كلنا زيك، كلنا من الملائكة. لا احنا مش من الملائكة. طب احنا كلنا من مخلوقات نورانية لا نعلمها؟ لا احنا مش مخلوقات نورانية، احنا خلقنا من طين، وهذه هي طبيعة البشر. مهما زاد الايمان او فطر او نقص انت هتعصي، كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. فانا مش بتكلم هنا على المقياس القلب المؤمن، ان كله هيظن ان شريف ده لا يعصي الله سبحانه وتعالى، وفلان لا يعصي، والشيخ فلان لا يعصي، والعالم فلان لا يذنب اطلاقا. كلنا بنذنب بلا استثناء، ولكن الفرق ان انت لما تذنب تخلي الذنب وراء توبة مباشرة، ما تخليش الشيطان يدخل يعمل لك فرق كبير بين الذنب وبين التوبة بتاعتك. لا، خلي التوبة ملازمة مباشرة للذنب او للمعصية. وبالتالي كلنا بنعصي، بس الشاطر الناجح المؤمن بجد هو الذي يسترجع ويعود ويتوب الى الله عز وجل بعد كل ذنب.
انما الشيطان عاوز لما تعمل ذنب يبعد المسافه بينك وبين التوبه، عشان تقول هو انا ينفع ليا توبه، ده انا عملت وعملت وعملت، فالشيطان يوسع المسافه فتنسى التوبه فتضيع. وبالتالي النهارده في مقياس كيف نكون مؤمنين وعلى قدر قوي من القلب المؤمن، وخلي بالكم من اسماء الله عز وجل المؤمن، وربنا جعل لنا نفس الاسم ان يكون الانسان مؤمن. وبالتالي في قواعد، انا عايزك تبص للكون، ما من ذره الا هي مؤمنه وخاضعه لله سبحانه وتعالى. عايزك تبص لنفسك، جوارحك كلها خاضعه عابده لله سبحانه وتعالى، حتى لو انت استخدمتها في معصيه هتشهد عليك يوم القيامه. سر الايمان وقواعده واضحه. ما هو الايمان؟ ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. اركان الايمان، اركان العقيده الواضحه، ان تؤمن بالله، ان تعلم ان الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت الذي له الامر والنهي والسياده، هو الذي يملك الملك التام، لا اله الا الله، يعني لا معبود بحق الا الله. مهما الناس تكاثروا عليك بتخاف من الحسد من السحر من كذا من كذا، وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، خبط على باب ربنا قل له يا رب نجيني، ارقي نفسك، استعن بايات الرقيه الشرعيه، ما تروحش لواحد منجم ولا واحد بتاع فلك والبرج ده والبرج ده، وده للاسف كارثه. ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ان احنا نصدق الناس دول، انت برجك ايه وانت مولود يوم كام، يبقى حظك كذا وهتعيش كذا وطبيعتك كذا والبرج بتاعك لما يتعامد بقى مش عارف ايه. يا جماعه الكلام ده غيب، لا يعلم الغيب الا الله. ولو الابراج دي حقيقه يبقى ربنا ظلمنا. ما هو الابراج دي يعني كل يوم انت اتولدت فيه محطوط له وصفه كده، انت بقيت برج كذا والشمس بتتعامد مش عارف ايه، واليوم اللي انت اتولدت فيه حصل ايه مش عارف في الفلك والاكوان، وحطيت لك شويه حاجات بلاستيك كده مثلث ومربع ودايره. يبقى احنا انظلمنا، لان خلاص ربنا خلقنا 365 يوم لهم 365 تفصيله في الحياه، فواحد هيبقى شقي وواحد سعيد، واحد غني واحد فقير، واحد وزير واحد غفير. لا طب احنا هنتحاسب على ايه لما طالما في ناس قالوا لنا انتوا هتبقوا كده؟ انما دي مش حقيقه. الانسان بيسعى بيجتهد. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كادحا فملاقيه. هتتعب وهتلاقي تعبك. وما كان ربك نسيا، مش برجك وحظك اليوم ونبدا نسمع للناس دي، او ان انا عندي سحر وعندي وعندي، في اعراض لده، بس ارجع بقى للكهنه ولا ارجع للمنجم اللي بينجمه، وارجع عمال يفك لك ويقول لك خد حط دي وحط مش عارف الحجاب ده، ولا حط خرزه زرقاء ولا كفه ازرق، ولا يا الايمان بالله لا يكون في ملك الله الا ما اراد الله، فالله خير حافظا حافظا وهو ارحم الراحمين. مهما حدث ليك ارجع لله، انكسل لله، اسجد وعيط له يا رب ماليش غيرك الحقني، وخد بالاسباب. الامر الثاني ان تؤمن بالله وملائكته. الملائكه موجوده، الملائكه موجوده، الملائكه خلقت لا تعصي الله سبحانه وتعالى بل تطيع الله، وكل ملك خلق على هيئه عباده معينه، ملك بيسبح وملك بيستغفر وملك ساجد وملك راكع وملك بيصوم وملك بيقيم وملك يقرا القران وملك يستغفر لك وملك يؤيد عليك. وهناك ملائكه حفظه، ملائكه بتحفظك، تلاقي طوبة هتيجي في عينيك سبحان الله ما جاتش في عينيك، لأن في حفظة بيحفظوك. يبقى بالتالي الملائكة، أنا مؤمن بوجود الملائكة بتؤيد عليا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومش كلام زمان رقيب على اليمين وعتيد على الشمال، لا، رقيب عتيد دي صفة لكل ملك من الاثنين، اللي بيسجل الحسنات واللي بيسجل السيئات. رقيب أي يراقبك، عتيد أي جد لا يترك شيء إلا ويكتبه. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. إحنا مؤمنين بكل الكتب قبل القرآن، ولكن الإسلام هو الدين الأخير. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام فلن يقبل منه. طيب، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. إحنا مؤمنين بكل الرسل، إحنا نؤمن بموسى وبعيسى وإبراهيم وبنوح وبكل الأنبياء وبسليمان وبغيره، ونؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين والمرسلين، كلامهم وحي من الله يستجاب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني
اي فان نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا ان احنا نترك سنته او نترك كلامه. ما بال اقوام يتنزهون عن الشيء اصنعه، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، ما بال اقوام يتنزهون عن الشيء اصنعه. مش عاجبه ايه بقى، ادخل الحمام بالشمال واطلع باليمين، او ادخل المسجد باليمين واطلع بالشمال، وكل باليمين، لا كل. ما بال اقوام يتنزهون عن الشيء اصنعه، مش عاجبهم. ايه بقى اللي فرق يعني، الحياه اتغيرت؟ طب انا لما ادخل بالشيء ما بال اقوام يتنزهون عن الشيء اصنعه، فوالله اني لاعلمهم بالله واشدهم له خشيه. نحن امرنا ان نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. في امور كده ربنا امرك تعبد ربنا فيها من غير ما تستفسر. ليه بنطوف حوالين الكعبه ليه احجار؟ ليه؟ سيدنا عمر كان يقول كده، اني اعلم انك حجر، ولا على الحجر الاسود، ولولا اني رايت رسول الله يقبلك ما قبلتك. بس ايمان واتباع. ليه بنطوف سبعه؟ علشان. طب وشمعنا سيده هاجر اتحركت سبعه؟ اشمعنا سبعه؟ اشمعنا بنطوف كده؟ وشمعنا هناك امور الله عز وجل لا يرد فيها من العبد الا الاستسلام. الا الاستسلام. ده احنا حتى في حياتنا البشريه دي ممكن تروح لدكتور تساله عن مثلا المرض ده جه، يقول لك بعض الاسباب، تقول له طب دي جت، يقول لك هي كده، في حاجه كده تلاقيها جت لها هي كده، واحد خد الدواء خف، واحد تاني ما خفش لسه. في امور ربنا بيختبرك. في مره السيده ربيعه العدويه بتسال واحد، بتقول له انت في الحج وفي العمره انت بتطوف ايه؟ حوالين ايه؟ فقال انني اطوف حول احجار، انا بطوف حوالين الكعبه اللي عباره عن احجار. هو مش فاهم يعني ايه كعبه، هو مش فاهمها. فقالت له احجار تطوف حول احجار، حجر بيطوف حوالين حجر، انت مش فاهم حاجه. العبره مش كده خالص، العبره ان نعظم ما عظم الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا هناك علامات لقوه الايمان وكتبه ورسله واليوم الاخر. احنا هنموت، انت مش مصدقين ليه؟ انا مش بشكك فيكم، انا عايز كلنا نكلم عقولنا. هو احنا مش هنموت؟ لا هنموت. طب احنا مش واخدين بالنا ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم حينما مر بقبر احد اصحابه جثى على ركبتيه قاعد على الارض وابتل الثرى من دموعه، تحته بقت زي طين كده، وقال اي اخواني لمثل هذا اليوم فاعدته، وقال ما رايت منظرا الا والقبر افظع منه. أسوأ شيء او اصعب شيء كان القبر. ما احنا هندخل القبر وهيتقفل علينا. انت خفت دلوقتي بس دي الحقيقه، او انت مش واخد بالك بس دي الحقيقه، او انت لسه بتفكر بس دي الحقيقه، او انت لسه مش مدركه بس دي الحقيقه. هندخل قبرنا، هنسيب الفيسبوك وتويتر والموبايل والايفون والسامسونج، هنسيب واللاب والايباد والايبود، وهنسيب كل حاجه، والعربيه والساعه، وهنسيب كل حاجه. كل حاجه هتتساب وهيتقفل الباب عشان نتحاسب ونتسأل. فالعبره النهارده ناخد بالنا، الدنيا واخدانا وعماله تسرق مننا الحاجات الحلوه اللي في حياتنا. الدنيا عماله تسرق مننا الحاجات الحلوه، وبتقسينا على الناس، وبتخلينا نغفل عن ربنا سبحانه وتعالى. وفي الاخر القدر خيره وشره، كل ما اراده الله سيكون. الامه لو اجتمعت عشان ينفعوني مش هيقدروا الا لما ربنا يكون كاتب، ومش هيؤذوني الا لما ربنا يكون كاتب ان هم ممكن يؤذوني وبس. طب القواعد الإيمانية، مقياس الإيمان بقى، ده كان كده كلام عام مهم جدا. طب يعني إيه إيمان؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده، الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. أنت مؤمن جوه قلبك، بس عملك اللي أنت بتعمله هو اللي بيطلع المنتج، هو اللي بيدل على قوة إيمانك. ما ينفعش تقول أنا إيماني قوي ومش بصلي، أنا إيماني قوي ومش لابس حجاب، أنا إيماني قوي وبظلم الناس، أنا إيماني قوي ومش بتقن شغلي، أنا إيماني قوي وماشي مع صحبة مش كويسة، أنا إيماني قوي بتفرج على مواقع إباحية، أنا إيماني قوي وطول النهار وبعق أبويا وأمي، أنا إيماني قوي وظالم زوجتي، أنا إيماني قوي وبقطع الأرحام أو بظلم إخواتي في الميراث أو غيره، أنا إيماني قوي وسارق على الناس أو نصب عليهم أو إزاي؟ لا، هذا ليس كلامي والله. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. أول قاعدة من القواعد المهمة للإيمان الحب. الحب هو الدافع الأساسي لكل شيء في الحياة. يحبهم ويحبونه. فالأصل في كل شيء الحب.
الام اللي تعبانه جنب ابنها الرضيع اللي مش نايمه طول الليل وخايفه عليه لما حرارته زادت شويه وعماله تحضنه وتضمه ليها ومش قادره تسيبه ومش قادره تقاوم، بس هي عايزه تشوف ابنها بقى كويس، ربنا شفاه كل تعب ده لانها بتحبه، فالدافع كان الحب. ام سيدنا موسى لما خافت عليه وربنا قال لها فان خفت عليه فالقيه في اليم، ارميه في البحر، يا رب ده انا خايف عليه وحطاه ضمال صدري وفي حضني ارميه، لانها بتحب ربنا سبحانه وتعالى، عارف ربنا سبحانه وتعالى لن يتركها، فرمته في البحر فالقيه في اليم، فكان الدافع حب. فالحب ان نحب الله ثم بعده اي شيء اخر، لان لما نحب ربنا نصدق في حبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، تقلقش بقى من حاجه خلاص ما تقلقش. فاولا الدافع الاساسي حب، لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القران ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم. بالله عليكم الدعوه دي مهمه قوي، لازم نديها في كل صلاه، اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. يا رب حبب لنا الايمان، نحب الايمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من احب لله، انا بحب الناس لله، بحب اصحابي لله، بحب كذا وكذا لله، من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. والحديث في الصحيح من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان، هو حياته لله، عايش مع ربنا سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى قال لنا خلي بالكم عشان تتاكدوا والذين امنوا اشد حبا لله، والذين امنوا اشد حبا لله. الحسن البصري لما اتسال عن حلاوه الايمان، واحد بيقول له انا عايز اعرف انا عندي ايمان يعني حلاوه الايمان في قلبي كده، وهل انا فعلا بحب ربنا او ولا لا، فقال له سل قلبك عن ثلاثه، عن الصلاه والقران والذكر. اسال نفسك عن علاقتك مع ربنا في القران، بتحب القران ولا لا، بتعيش جواه ولا لا، مستمتع بيه ولا لا، ولا ما بنشغلوش غير اما حد يموت، او لما لسه صاحي كده عايز اشغل ايتين عشان البركه وارش قدام المحل. ابحث عن قلبك في القرآن وفي الصلاة، ها تلفت ولا واحدة واحدة فاهم انت قريت ايه وسجدت قلت وسبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى والحمد لله رب العالمين. والحاجة الثالثة الذكر، سبحان الله والحمد لله، في ذكر معروف، يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الملائكة لما احد العابدين قال الكلمة دي مش عارفة تسجل الثواب، مش عارفين يحطوا ده خد ثواب قد ايه، فقالوا يا رب لا نعلم لها ثوابا، مش عارفين نكتب يعني ثواب قد ايه، والله عز وجل اعلم، فقال اكتبوها كما قالها واجري واجري لعبدي حينما القاه، اكتبوها زي ما هو قالها كده في الميزان وانا هدي له اجرها وثوابها لما يلقاني عبدي. الله، يبقى اولا الحب، ان تقدم ما يحبه الله على ما تحبه انت، ان تقدم ما يحبه الله على ما تحبه أنت. طيب هنطلع فاصل هنصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهنرجع نكمل في قلب جديد، فخليكم معانا لسه عندنا كلام كتير. يا مقلب القلوب قلبي إليك أميل فلا تدع قلبي عن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل ومقياس الإيمان. قلنا المقياس الأول أن احنا نقدم ما يحبه الله عز وجل على ما نحبه نحن. رقم اثنين، فعل الجوارح مراية، مراية لقوة الإيمان في القلب، يعني الجوارح هتشتغله هيدل على القلب في إيه، ودايما الكلام واضح جدا، يقول لك إيه اللي في قلبه على لسانه، يعني لو قلبه مليان قوي بربنا سبحانه وتعالى وعمران كده تلاقيه دايما بيقول سبحان الله ان شاء الله باذن الله، يعني ما تسمعه في حوار ولا في حديث صحفي ولا في لقاء تلاقي كلمه ربنا عز وجل على لسانه كتير باذن الله ان شاء الله والحمد لله وكده، انما في ناس تانية لا انا وانا كل حاجه وانا ما فيش غيري كده، فخلي بالك من دي. يبقى رقم اتنين ان الجوارح مقياس
مهم جدا لمرآة الإيمان اللي في القلب. على قد ما إيمانك قوي الجوارح تتحرك مع هذا الإيمان. يعني أنا إيماني قوي وقت الصلاة أصلي، أنا إيماني قوي مش هظلم، أنا إيماني قوي شفت حاجة في الطريق هركنها على جنب، أنا إيماني قوي مش هبقى مثلا بشرب حاجة في العربية كنزة أو باكل حاجة وأروح لمام الشباك، ما هو يعني أنا بأذي الناس. النظافة من الإيمان، طب النظافة من الإيمان احنا بنتكلم فيه، طب اللي انا عملته ايه؟ عدم النظافة يبقى مش من الايمان. صلة الرحم وهكذا. يبقى اذا ده امر في منتهى الاهمية ان انا اراعي ربنا سبحانه وتعالى. وانا بتكلم في التليفون انا عمال استهلك رصيد بالساعة والساعتين وعمال اكلف اهلي او اكلف نفسي، وفي الاخر المكالمة كان ممكن الكلام المهم اللي فيها دقيقة بس انا قعدت نص ساعة. طب ما انت هتتحاسب على ده، ده اسراف. يبقى اذا كل الحاجات دي لازم تكون واضحة جدا. طيب سيدنا جندب ابن عبد الله كان بيقول ايه؟ بيقولك تعلمنا الايمان قبل القرآن، عرفنا يعني ايمان الاول قبل القرآن، ثم بعد ان تعلمنا الايمان تعلمنا القرآن فازددنا ايمانا. فالايمان والقرآن مهمين جدا لان القرآن لازم يطلع عليك، القرآن لازم يبقى له دليل عليك، الصلاة لها دليل عليك ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طب ليه الزكاة؟ علشان ربنا بيزكينا بيطهرنا يبقى بنزكي. ليه بنتصدق؟ ده من جوانا علشان احنا نحس بالفقراء و و و، فدي قوة ايمان. كذلك ربنا سبحانه وتعالى علمنا ان رمضان شهر كبير قوي وعظيم قوي ومهم قوي، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى علمنا ان رمضان 30 يوم في شهر واحد طول السنة، في خيرات في ليلة القدر، في 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 كتير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تصوم بإيمان قوي بإخلاص، تصوم بإيمان من جواك إن ربنا هيكافئك، بإيمان إن أنا مش هأذي الناس، بإيمان إن أنا هبعد عن المعاصي قدر ما أستطيع. كل الأمور دي في منتهى الأهمية. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له. من قام ليلة القدر، كلمة إيمانا 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 عشان يكون مقياس واضح جدا. فمرة من المرات أتى رجل جائع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يأكل، فأرسل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تسليما صلوات ربي وسلامه عليه إلى بيته لكي يأتوا إليه بالطعام، فلم يجدوا في بيت رسول الله إلا الماء، ما لقوش غير مية. بيت النبي ما فيهوش أكل صلى الله عليه وسلم. فطلب النبي وقال من يضيف هذا الليلة؟ مين يضيف الرجل ده الليلة؟ والنبي دعاله رحمه الله، مين اللي يعني أدعيله بالرحمة ويضيف الرجل ده في البيت عنده؟ فقام رجل من الأنصار وقال أنا هعمل كده. فأخذ الرجل إلى بيته ثم دخل على زوجته فقال يا زوجتي هل هنا من طعام؟ في أكل هنا؟ فقالت إنه ليس من طعام إلا للصغار، ما فيش أكل عندنا إلا للعيال الصغيرة للولادنا يعني قبل ما يناموا، فيش أكل كتير يدوبك يكفيهم. فقال أشغليهم ودعيهم ينامون. أشغليهم يعني لاهيهم بأي حاجة وخليهم يناموا عشان الضيف ده يأكل. طب وإحنا مش هناكل؟ لا إحنا ما فيش أكل، ده كان بتاع الولاد ما عندناش غير كده. فقال لها حينما يدخل علينا الضيف ليأكل أطفئ السراج، اقفل اللمبة اللي منورة دي الشعلة اللي أيدها، ما كانش بقى فيه نور زي كده خلاص، اقفل النور بحيث يبقى الدنيا ايه مش باينة قوي فيبان ان احنا بناكل يعني عشان ناكل بقى بس معاه. فبعد ما الضيف كل وشبع هم ناموا الاثنين جعانين ما كلوش. طب انتوا عملتوا ايه؟ خلى زوجته تقفل النور او الشعلة او السراج علشان يبان ان هم بياكلوا معاه وهو هم ما بياكلوش، لان الاكل ما يكفيش غير واحد بس، فهم اوهمونه بياكلوا والاكل مكفي عشان هو ياكل ويشبع. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعت لهم وقال لهم كلمة حلوة قوي، والحديث في صحيح مسلم قال قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. قد عجب الله من صنيعكما، دليل قوة الإيمان في القلب فعل الجوارح. ربنا يعني سبحانه وتعالى بهى بالرجل وزوجته الملائكة من الصنيع الجميل ده، ان هما الدنيا كأننا مفيش نور وبتاع وكأنهم بياكلوا بس ما بياكلوش عشان يكرموا الضيف.
عشان يثبتوا لنفسهم الإيثار، يثبتوا لنفسهم نيجي على نفسنا شوية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يبقى رقم اتنين الجوارح، فعل الجوارح دليل على قوة الإيمان في القلب. يبقى خدنا قاعدة رقم واحد أن نقدم حب الله أو ما يحبه الله على ما نحبه نحن في كل حاجة. رقم اتنين فعل الجوارح دليل على قوة الإيمان في القلب. طب رقم ثلاثة الاتباع الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رقم ثلاثة في دليل قوة الإيمان إن إحنا نتبع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتسليما، اللي يقول عليه نعمله، نتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، نسمع منهجه، نكون وسطيين، ما نضايقش الناس، ما نتعبش الناس، نريح الناس. خليك الإنسان اللي لما الناس تشوفك تقول الدنيا لسه فيها خير، مش لازم كلنا نشد في بعض ونتخانق مع بعض متعصبين على بعض ومتنرفزين. نهدى شوية، نمتص الناس شوية، نبقى زي النبي صلى الله عليه وسلم شوية، نبتسم لبعض شوية بدل ما احنا متضايقين يبقى رقم ثلاثة الاتباع الحقيقي. بعد أما النبي صلى الله عليه وسلم غنم أموال بني النضير، نادى ثابت بن قيس قال يا ثابت ادعو قومك. ثابت بن قيس كان زعيم الأوس والخزرج اللي هم بعد كده الأنصار وغيرهم يعني. فقال يا ثابت، ثابت بن قيس، ادعو لي قومك، نادي لي الناس. فدعا فقال أيها الخزرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادع الكل، كل الناس تيجي، مهاجرين يجوا والأنصار يجوا الاثنين. فكل الناس اجتمعت المهاجرين والأنصار، وما تنسوش حاجة ان الأنصار كل واحد قسم مع مهاجر بيته، لو عنده دورين يديله دور، لو عنده اوضتين يديله اوضة، لو عنده زوج اتنين من الزوجات يطلق واحدة هو يتجوز التانية. يعني هم متقسمين حتى في الفلوس، في البيت، في الاكل، في الشرب، حتى في الزوجات يطلقها وهو يتجوزها، ففي تقاسم بين كل شيء. فلما الاموال دي جت والنبي صلى الله عليه وسلم جمع كل المهاجرين والانصار قال لهم في حاجة، انا هقسم عليكم المهاجرين والانصار، هقسم عليكم الاموال دي، الانصار ياخدوا النص والمهاجرين ياخدوا النص، ولكن النص اللي هياخدوه ده مش هيكفي ان هم يطلعوا وياخدوا، يعني بقى اللي قاعد في بيت واحد الفلوس اللي هياخدها دي مش هتكفي ياخد يشتري بيت او يعمل تجارة لوحده، مش هتكفي. فالفلوس اللي جات لنا دي ان احببتم قسمتم بينكم وبين المهاجرين ما افاء الله علينا من بني النضير، ولكنهم يتقاسمون معكم اموالكم وبيوتكم، بس هم يتهنوهم عندكم، فانتم موافقين ولا مش موافقين؟ ايه رأيكم؟ او الحل الثاني نديلهم كل الفلوس، يعني الانصار كده مش هياخدوا حاجة لان دي بلدهم، وندي كل الاموال دي للمهاجرين، فكده كل واحد من المهاجرين يترك بيته للانصار اللي هو ادهوله خلاص، وهو يشتري بقى بيت لوحده ويبني بيت لوحده، يعني في الاخر المهاجر يسيب البيت بتاع الانصاري او يسيب له بقى حاجته كلها لانه بقى معاه فلوس يجيب بيه بيت ويعيش بيه حياته. فبقى في حلين، لا نقسم ما بين المهاجرين والانصار بس المهاجرين يتنهم عند الانصار، لما الحل الثاني ان احنا ندي كل الفلوس للمهاجرين ويسيبوا بيوت الانصار واموالهم، وبعدين يبداوا هم حياه مختلفه بقى، كل واحد يروح يبدا حياه مختلفه. فقام سعد بن عباده وسعد بن معاذ من الانصار، سيدنا سعد بن عباده وسيدنا سعد بن معاذ من الانصار، فقام فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمهم على المهاجرين، ادي كل الفلوس دي للمهاجرين. طب خلاص كده هيسيبوكم؟ لا، ويكونون بيننا في دورنا كما كانوا. حل ثالث مختلف خالص، بدل ما نقسم او ندي للمهاجرين كل حاجة ويسيبوكوا، لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادي لهم كل الفلوس المهاجرين، ومع ذلك يتنهم قاعدين معانا في دورنا وبيوتنا كما كانوا، زي كل حاجة بالضبط. فقاموا الأنصار كلهم قاموا وقالوا رضينا وسلمنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا كلنا موافقين ومباركين. الله، ايه الجمال ده؟ حاجة كمان، هو ليه اسهل شيء ان احنا بنقرأ روايات
ونقرأ في كتب وقوانين وقواعد وناخد بيها ونعمل بيها ونمشي على نصايح الطبيب لما كنت تعبان وده مهم، او نصايح فلان اللي بينصحني عشان انجح في حياتي واحط اهداف وارتب، ده مهم قوي قوي قوي. طب ليه احنا بنسمع كلام كل الناس اللي بنثق فيهم وبنعمل كلامهم على قد ما بنقدر؟ حتى مع وانت راكب عربيتك بتسمع كلام الميكانيكا قوي عشان المكنه بتاع العربيه ما تبصي، واعمل مش عارف ايه في البيت مش عارف ما تعملش ايه عشان ايه. فاذا كنا بنسمع كلام كل الناس عشان حياتنا تبقى سليمه الحاجات اللي بنستعملها تعيش يعني وتكمل. ما بين قوسين انتوا عرفتوا السؤال بتاعي. طب احنا ليه مش بنسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ونسلم به ونبدا ننفذه على طول عشان حياتنا تستقيم، عشان قلوبنا تطمن، عشان بالنا يستريح، عشان اخلاقنا تتحسن، عشان رزقنا يزيد، عشان قلوبنا يبقى فيها ايمان قوي، عشان عقولنا يبقى فيها رشاد؟ فليه بنسمع كلام الكل والخبراء وده ما هم مهم؟ طب هو النبي صلى الله عليه وسلم مش مصدر ثقه ليك؟ لا، مصدر ثقه ليك. مش خبير فيما يقول، لان هو لا وحي يوحى، واللي علمه الله سبحانه علمه شديد القوى سبحانه وتعالى. يبقى الاتباع الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم. احنا عايزين نسأل نفسنا سؤال، هو ايه اكتر حاجة انا مقصر فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل انا الى الان ما قريتش سيرة النبي؟ هل كده؟ هل انا الى الان ما قرأتش كتاب عن اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل انا الى الان مش بصلي الضحى؟ مش بصلي سنة الصلوات؟ مش بصلي ركعة وتر قبل ما انام؟ مش بقول اذكار النوم او اذكار الصباح او اذكار المساء؟ مش باكل باليمين مثلا؟ خلي بالنا، انت براحتك في الدنيا، محدش هيقول لك حاجة، بس انت كل ما تقرب من الاخرة هتبقى محتاج النبي اكتر صلى الله عليه وسلم. ففي فرق بين واحد كان عايش حياته كلها بيحب النبي وبيتمنى شفاعته، وواحد تاني يدوبك بيحاول يلحق اخر سنتين من عمره ولا اخر يومين عشان ينال الشفاعة. في فرق بين ده وفرق بين ده. يستحيل ان واحد مطنش كبر دماغه والتزم يومين ثلاثة يكون زي واحد تعب وقت كبير قوي في عمره عشان يكمل ويقابل النبي صلى الله عليه وسلم، يكون من الناس اللي ربنا بيحبهم والنبي صلى الله عليه وسلم بيحبه. انا مش معنى كلام انها بكثرة الوقت او بكثرة الساعات، لا، مش بتكلم على المبدأ. انا مطنش بمزاجي وبعد كده هبقى اتوب بقى، ممكن ملحقش. انما في واحد تاني بيجاهد نفسه، بيقاوم الفتن اللي حواليه، بيقاوم الشهوات، بيقاوم المال الحرام، بيقاوم كذا بيقاوم كذا، فتعبان وبيجاهد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. مقامه بيزيد، حسناته بتزيد، مقامه بيعلى، متمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي ده فرق عن ده. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا الأمر ده زي ما احنا قلنا في حلقة الإيجابية، مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها. القائم يعني واخد باله مركز، واحد تاني مطنش. كمثل قوم استهموا على سفينة، زي قوم سفينة دورين، دور التاني ودور الأولاني، الدور التاني ودور الأولاني. الدور التاني فيه مية حلوة، يعني اللي في الدور الأول عشان يشربوا يطلعوا يشربوا من فوق. طب هم كل شوية يطلعوا يشربوا من فوق فتعبوا، فبدل ما نقعد بقى نطلع كل شوية وننزل احنا تعبانين وبنتعب الناس اللي فوق، طب ما نعمل خرق في السفينة ونشرب على طول. فلو اللي فوق سابوهم تغرق السفينة لهلكوا وهلكوا جميعا. طب ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. يبقى إذن المقياس الثالث المهم جدا الاتباع الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم، ودي مهمة جدا. طيب رقم 4، قال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. خلينا في الأولانية، لا تصاحب إلا مؤمنا. ما هو المرء على دين خليله، يعني على أخلاق صاحبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أعلم مننا بقيمة وأهمية الصاحب، أصحابك اللي حواليك، البيئة المحيطة اللي بتشكل قناعاتك وبتشكل لك فكرك
وبتبدأ تقربك من أهدافك ونجاحاتك، ومن ناحية تانية ممكن تقلل لك إقبالك وحماسك وهمتك. لا تصاحب إلا مؤمنا، أصل المؤمن هيخاف ربنا فيك، والمؤمن هيحب ربنا فيك، هيتقرب بحبك لله فهيساعدك وينصحك ويقول لك خلي بالك، وهيتقرب من جنته اللي نفسه يدخلها ومن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم انه ينصحك، انه ياخد على ايدك، اخذوا على ايديهم، ومش هيضحك عليك، ومش هينافقك، ومش هيسرقك، ومش هيظلمك، ومش هيضلك، ومش هيمشيك على هواه عشان هو له اغراض اخرى. لا، اصل هو مؤمن، عارف يعني ايه جنة ويعني ايه نار، عارف يعني ايه حسنات ويعني ايه سيئات، عارف يعني ايه خير ويعني ايه شر، عارف يعني ايه حق ويعني ايه باطل، عارف يعني ايه نجاح وطموح وتأثير، وعارف يعني ايه فشل وضياع. فلا تصاحب الا مؤمنة. دور على الناس اللي لما ترفع سماعه التليفون او ترن عليهم وتكلمهم يشجعك ويقول لك قلبك عامل ايه مع ربنا، عملت ايه النهارده، ايه الاخبار. دور على حد نفسه في رمضان بقى، ايه قريت النهارده كام جزء، وانت قريت، وانت نفس الكلام. الناس اللي هي لما احنا كلنا بنكلم بعض في امور الدنيا، وعملت ايه ورحت فين والشغل ايه والظروف الصعبه اللي احنا فيها، بس كم واحد النهارده لما تكلمه بعد مكالمته كده تقول يا سبحان الله، تستغفر، تحس ان انت مقصر، يشجعك على الخير اكتر، يشجعك على النجاح اكتر، ياخد بايدك اكتر. لا تصاحب الا مؤمنا. والنبي صلى الله عليه وسلم طلب الصحبه من ابو بكر في الهجره، سيدنا موسى طلب الصحبه من ربنا سبحانه وتعالى مع اخوه سيدنا هارون. فانت ما تظنش ان اصحابك قليلين، بالعكس ده بيشكلوا حياتك. اسال اي حد النهارده عدى 30 35 40 كده، اساله قول له لو انت جاي تقول لي ايه اسباب المهمه جدا في حياتك، السبب في النجاح، هتلاقي من اهم الاسباب من اللي هيقولها اصحابه. طب وايه اهم الحاجات اللي ضيعتك، هتلاقي من اهمها اصحابه. علشان كده الصاحب ساحب. وسيدنا علي بن ابي طالب بيقول لك اتخذوا في الدنيا اعوانا للاخره، خذوا في الدنيا اصحاب يعينوكوا على امر الاخره. طب برضو اللي للاخره بس يعني، ولا في الدنيا وفي الاخره، طب وايه كمان؟ قال لنا افتكروا كلام ربنا سبحانه وتعالى لما الناس العصاه بيقولوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. بس خلي بالك، صاحبك لو مؤمن يشفع لك ويشهد لك بالخير. فما لنا، ده ربنا قال كده سبحانه وتعالى، فما لنا من شافعين. طب ممكن هو كان يشهد ليك ان انت عملت خير. ولا صديق حميم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني، ها يا ليتني ايه، يا ليتني ما خدت فلان، يا ليتني ما صاحبته، ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني كنت فهمت وخدت بالي، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. خلي بالك كده، ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، ادي رقم واحد، الندم يوم القيامه اهو. اول حاجه ما خدتش بالي من طريق النبي صلى الله عليه وسلم ومشيت وراه، ما خدتش بالي منه. الامر الثاني، ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، بص كلمه اتخذت يعني مسكت، تملكت ومشيت في الطريق، اتخذت مع الرسول سبيلا. الثانيه، ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، يا ريتني ما صاحبته. الصاحب بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قواعد الايمان ان احنا نقدم اللي ربنا عز وجل بيحبه على اللي احنا بنحبه. ما تنساش ان فعل الجوارح دليل على قوه الايمان. ثلاثه، الاتباع الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم. اربعه، لا تصاحب الا مؤمنا. دور في كشكولك على اصحابك مين بيعملوا معاك ايه. هنكمل ان شاء الله المره اللي جايه باذن الرحمن في مقياس القلب المؤمن، لسه عندنا كمان ثلاث او اربع مؤشرات، فان شاء الله نكملهم الحلقه اللي جايه. استودعكم الله واسالكم الدعاء واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. القلوب قلبي إليك.
كميل، فلا تدع قلبي عن هواك.